هذه الأثناء بدأت مراسم تشييع جثامين الشهداء التسعة الذين أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهادهم في ظل العدوان الإسرائيلي صباح هذا اليوم، والذي استهدف منزلا يتحصن بداخله عدد من المقاومين الفلسطينيين. قبل قليل خرجت الجنازة من مستشفى جنين الحكومي ووصلت إلى مقبرة الشهداء. بالمناسبة نحن نتحدث عن 9 من الشهداء، شهيد من المنطقة الشرقية بمدينة جنين، وثلاث شهداء هنا في مقبرة الشهداء بمخيم مدينة جنين، وكذلك أيضا شهيد في بلدة اليمون، وبقية الشهداء من بلدة برقين إلى الجنوب الغربي من مدينة جنين. كتيبة جنين سرايا القدس كتائب شهداء الأقصى أعلنت بشكل رسمي تبني عدد من الشهداء أنهم كانوا ضمن المقاتلين الذين حصلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي. نادي الأسير الفلسطيني قال قبل قليل بأن جيش الاحتلال اعتقل عدد كبير من القذائف الموجهة. العملية العسكرية ألقت بظلالها على المشهد العام. قبل قليل وقفت جثامين الشهداء هنا أمام محمولة على الأكتاف، وسط تكبيرات تطالب بالرد في العمق الإسرائيلي. هذا سيبقي الباب مفتوحا أمام استمرار حالة التصعيد التي تشهدها مدينة جنين شمال الضفة الغربية، مع الإبقاء بالتأكيد على مشهد الحداد والإضراب العام في المنطقة. أيضا الحالة لا زالت تعبر عن نفسها، سيما وأن الطواقم الميدانية لا زالت تعمل على حصر الأضرار داخل مخيم جنين، وكذلك أيضا محاولة إعادة تيار الكهرباء وصفوف المياه التي تضررت. هنالك عدد كبير من المركبات التي تضررت، وهنالك منزل آيل للسقوط. طيب خالد، عدد كان هناك اعتداء على مستشفى حكومي بجنين، بالتحديد على قسم الأطفال. هل من معلومات حول هذا الاعتداء وعن حالة الأطفال الذي أصيب بعضهم بحالات اختناق؟ يارا، عندما نتحدث عن مستشفى جنين الحكومي نتحدث عن مسافة ملاصقة تماما، لا تفصل بين محيط المخيم والمشفى سوى بضعة أمتار فقط، يعني نتحدث عن 3 إلى نحو 6 أمتار ما بين حدود المخيم والمستشفى. وفي العادة جيش الاحتلال الإسرائيلي يركز في كل عملية على استهداف المستشفى، ليست سابقة وإنما هو بات روتين للعمليات العسكرية الإسرائيلية، على الرغم من خطورتها باستهداف مستشفى جنين الحكومي بإطلاق قناة الغازية. وأدى ذلك الوزارة الصحة الفلسطينية بعملية الاقتحام الأخيرة، ليست التي حدثت اليوم وإنما قبل نحو حوالي 5 أيام، كان هنالك إطلاق رصاص حي بشكل مباشر على غرف طلبة التمريض والتمريض في مستشفى جنين الحكومي بحكم الموقع الجغرافي والاستهداف المباشر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي ما كشف عنه لهذا اليوم هو أنه لا خطوط حمراء للعمليات العسكرية الإسرائيلية في استهداف المدنيين الفلسطينيين أو حتى في عملية استهداف المنشآت والمباني داخل المخيم، منشآت تتبع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونوروا، تم تدميرها، وتحديدا ساحة نادي مخيم جنين حيث تمت إقامة الجرافة بتحطيم عدد كبير من الأطوار الداخلية والبنى التحتية، وتدمير على الأقل نحو 10 إلى 15 مركبة، بالإضافة إلى تحويل عدد كبير من المنازل إلى سكنات عسكرية. هذا الأمر يضاف إلى انتهاك خطوط القوانين الدولية المتعلقة بالهلال الأحمر الفلسطيني وقدرة وصوله إلى المصابين، وهذا ما ضاعف من فاتورة اليوم والحصيلة الثقيلة 9 شهداء، والرقم مرشح طبعا بالمناسبة للارتفاع، فيما ونحن نتحدث عن نحو 20 إصابة حسب وزارة الصحة الفلسطينية، 4 إصابات منها لا زالت حرجة وخطيرة للغاية داخل مستشفيات جنين، وهنالك هبة شعبية لتزويد ورد المستشفيات بوحدات من الدماء في ظل العجز الكبير الذي واجهته أو خطورة أن يكون هنالك عمليات متتالية لجيش الاحتلال الإسرائيلي. بطبيعة الحال المشهد في حالة غليان، مواراة الشهداء يعني، والمشهد أن جنين لا زالت القبور بها مفتوحة واحدا تلو الآخر بمواكب التشييع الكبيرة والمهيبة تقدمها المسلحون، الذين أكدوا على أن هذه الهجمة الإسرائيلية لن تكثر من عزيمة الأذرع العسكرية داخل مخيم جنين، وأنها ستكون قادرة على مواصلة انتزاع الحرية وانتزاع كافة الحقوق، حتى وإن كان التلويح العسكري الإسرائيلي باستمرار الإجراءات الأمنية وعمليات المداهمة في عمق المناطق الفلسطينية. بالنسبة للشارع الفلسطيني لا يختلف
تماما لبيانات الشجب والإدانة، يريد تحرك فوري وعاجل. نائب محافظ جنين كمال أبو الرب التقيناه في تصريحات للغد قال بأنه يجب توفير الدعم اللازم لإسناد مخيم جنين على وقع الخسائر الكبيرة والفادحة التي تعرض لها المخيم في ظل عملية الاقتحام. وأيضا المطالبات في ظل خالد كل ما جرى اليوم في جنين، أسألك عن ردود الفعل الدولية، هل من إدانات استنكارات ظهرت أو خرجت على لسان المجتمع الدولي؟ يعني هنالك سلسلة من الإدانات، سواء كان منظمة الصحة العالمية التي شاركت بمؤتمر وزارة الصحة الفلسطينية، أو حتى بجامعة الدول العربية، أو حتى بتصريحات تتعلق بالاتحاد الأوروبي بخشيته بأن الأمور قابلة لتفجر الأوضاع في الضفة الغربية. على الرغم من كل ذلك، هذه التصريحات بالنسبة للشارع الفلسطيني، وهذه نقطة هامة يارا، يعني عندما يستمع إلي أحد المارة وأنا أقول بأن المجتمع الدولي يدين أو يشجب، ينظر إلي، ما الذي تقوله على الهواء؟ هنا يريدون خطوات فعلية لوقف التصعيد الإسرائيلي، هنا بات المخيم مسرح لعمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي، يريد المواطنون أن تتوقف الآليات العسكرية عن اقتحام الأحياء الضيقة، عن اقتحام مخيم جنين الذي في العادة يعني بات مرتبط، إذا ما اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي المخيم يكون هنالك عدد كبير من الشهداء والإصابات في ظل طبعا ممارسة هوس أمني ومنح ضوء أخضر لعمليات القتل هنا في مناطق الضفة الغربية. حتى أن بيان الجيش قتل مسنة لهذا اليوم، ويزعم بالبيان بأنه سيبحث إذا ما كان بالفعل هنالك إطلاق نار باتجاه مسنة فلسطينية كانت قد خرجت من منزلها لمعاينة ما الذي يحدث. هذا الذي يتعرض له الشارع الفلسطيني، ولم تعد تكفي بيانات الشجب والإدانة، وإنما المطالبة بتحرك فوري دولي عاجل لوقف الجرائم الإسرائيلية، للوقوف إلى جانب الفلسطينيين في مخيم جنين، وأن ما يحدث اليوم لربما سيكون مقدمة لما يحدث في مناطق أخرى، وأبرز هذه المناطق هي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية في ظل ملاحقات لعدد من المطلوبين والعناصر للأذرع العسكرية الإسرائيلية. وأيضا يجمع الشارع الفلسطيني أن الفصائل الفلسطينية اليوم وتحديدا الأذرع العسكرية أمام اختبار ميداني لقدرتها على الرد على جريمة الاحتلال الإسرائيلي بتصفية 9 من الفلسطينيين خلال العملية العسكرية، وأن مرور الجريمة دون رد سيعني منح ضوء أخضر آخر للاحتلال الإسرائيلي للتغول وخشية الفلسطيني وعدم قدرته على الرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي. لكن الحالة الشعبية الآن في مشهد تعبوي كبير في مناطق الضفة الغربية على وقع دعوات الفصائل باعتبار يوم غد الجمعة يوم غضب في كافة حادث الحواجز. يعني وردت سلسلة من الأنباء التي تتعلق بتعرض بعض الحواجز العسكرية، مركبات المستوطنين، الطرق الالتفافية، في عمليات إطلاق نار، لعمليات رشق بالحجارة، من الممكن أن يتصاعد ذلك باتجاه عمليات فردية، وهذا ما يقلق المؤسسة الأمنية الإسرائيلية على غرار ما حدث العام الماضي في نفس ذات التوقيت. كانت شرارة التفجر في مناطق شمال الضفة الغربية بسلسلة من العمليات التي وقعت في العمق الإسرائيلي في ديزنجوف، في بنبراج، في العاد، في أرائيل، خلفت على الأقل نحو 19 قتيلا إسرائيليا وعدد كبير من الإصابات. وأيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي لا زال يلاحق منفذي عملية الأغوار، وهو وليد سليمان داخل مخيم جنين الذي لم يتمكن اليوم من الوصول إليه، وبالتالي تبقى الأبواب مفتوحة لكل الاحتمالات، لكل سيناريوهات التصعيد. الفلسطينيون اليوم يشعرون بأنه حان الوقت للمواجهة، والفلسطينيون اليوم على المستوى الشعبي يرون بأن السلطة الفلسطينية مطالبة بالتحرك الفوري والعاجل، إما بالانقراض بالمواجهة الشاملة مع الاحتلال الإسرائيلي والتنصل من كل الاتفاقيات السياسية والجهود الدبلوماسية، أو عملية التنحي جانبا أمام هذا المشهد الدموي. كتائب شهداء الأقصى قبل قليل في بيان النعي قالت بأنها ستواصل الالتحام مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأنها ستنخرط برفقة سرايا القدس حركة الجهاد الإسلامي في المواجهة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهذا لربما سيفجر الأوضاع ميدانيا في مناطق الضفة الغربية نحو تعزيز حالة الفجوة ما بين السلطة الفلسطينية على الأقل ولربما المستوى الشعبي الفلسطيني الذي يجد وحده في الميدان
وحيدا أمام تغول آلاف الحرب الإسرائيلية بعملياتها العسكرية. صحيح تمكن المقاومون اليوم من خوض اشتباكات عنيفة، تفجير سلسلة من العبوات الناسفة وصدناها عبر كاميرا الغد، وتمكنوا أيضا من إسقاط طائرة استطلاع لجيش الاحتلال الإسرائيلي. لكن على الرغم من كل هذا المشهد، يرى الشارع الفلسطيني بأنه لربما آن الأوان لتحرك قد يكون يعني يفجر المنطقة إذا ما دخلت غزة على خط المواجهة بسلسلة من ردود الجهاد الإسلامي. حركة الجهاد الإسلامي حسب ما التقينا عدد من قياداتها هنا في مدينة جنين تلمح بأن تاسعة البهاء ستكون حاضرة، لربما الأنظار ستتجه إلى قطاع غزة مساء هذا اليوم إذا ما كان بالفعل سيكون قرار بالانخراط بمواجهة، وأن معركة وحدة الساحات التي كانت منتصف العام الماضي لا زالت مستمرة كما قال قيادي في حركة الجهاد الإسلامي لينغاد، ولربما ذلك يقود نحو مواجهة عسكرية. نعم. لكن نعم. هذه المرة تختلف لأن هنالك حكومة يمينية إسرائيلية متطرفة لا تكترث لكل المجتمع الدولي وما ينص عليه المجتمع الدولي. شكرا جزيلا لك من جنين خالد بدير مراسل الغد.